فعلا الداخليه بدات كمان اللي هو بكره عبد الكريم احبدينا وتحرينا وسعدنا الاسره والاصدقاء. المعلومات اللي انا بقول لك وبالمناسبه لاول مره يمكن احنا كاتبينها على الشاشه اهو ان الداخليه دخلت على الخط برضو احنا بنتكلم احنا مش عايزين نكلم نفسنا لازم الاخر يسمع ويعرف حقيقه الموقف مننا. الخارجيه تشتغل الهيئه العامه للاستعلامات تشتغل كل جهه تقدر انها توصل الصوت وحقيقه الموضوع. الداخليه طلعت بيان بالانجليزي حوالين الحدث اللي بتقول برضو المعلومات اللي عندها وزاره الداخليه. استاذه لبنى أنا شايف رب ضارات نافعة، ما حدث يعني أول ما وأنا كنت يعني في إحدى المحطات الفضائية الصبح فقيل إنه كيف يكون حزام ناسف؟ كيف مر من المطار؟ استحالة. نفيت هذا الأمر تماما. أنا هديكي مثال عليا أنا، يمكن سافرت من مطار برج العرب كثيرا ومن مطار القاهرة وسيادتك أكيد بتسافري من هنا ومن هنا، بتجد الإجراءات شديدة جدا جدا جدا، حتى إن بعض المواطنين بيتذمروا من قوة الإجراءات. بقت مختلفة بعد حادثة الطائرة الروسية. يعني خلي بالك هي والله كمان قبل الطائرة الروسية يا أستاذة لبنى كانت الإجراءات شديدة ودقيقة جدا، لذلك قلت لهم استحالة أنا بنفي وعلى مسؤوليتي إن في حزام ناسف استحالة بالمرة.